حقيقة منذ يعني يعني بدء الأزمة الصحية تم تكثيف العمليات التضامنية وخاصة القوافل التضامنية، واستفاد يعني كعدد العائلات المعوزة المستفيدة من المساعدات حوالي 289,885، كذلك عدد العائلات المستفيدة بسبب يعني الكوارث 3236. أما عدد العائلات المستفيدة من القوافل التضامنية بسبب جائحة كورونا 495,236، بما فيها يعني القوافل اللي خصصناها للبدء والرحل، هي قوافل متواصلة على مدار السنة. يعني انطلقت منذ انطلاق أول قافلة تضامنية كانت في نهاية مارس أفريل، كانت بالتنسيق مع وزارة الفلاحة في إطار التضامن الحكومي. والميزة اللي يعني ميزة القوافل التضامنية تاع قطاع التضامن هو أن لها كان عندها هدفين، وهي أولا المساعدات الاستهلاكية بالإضافة إلى المساعدة النفسية والطبية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما قلت أن ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح الهدف للقطاع هو إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. إذا أسدي التعليمات، وهذا عن طريق الوكالة، لتخصيص 1500 مشروع لذوي الاحتياجات الخاصة لسنة 2020.